عسلامة ومرحبا بكم معنا اليوم المسؤول أو المكلف بالإعلام في الإذاعة الوطنية باش يحدثنا حول موضوع التسريبات الخطيرة أو الأصوات المستجينة اللي معناتها تسربت على المباشر في الإذاعة الوطنية هات توضح لنا الساعة شنو حصل بالضبط وشنية الأصوات المستجينة وقع تسريبها على المباشر في الإذاعة الوطنية وهي إذاعتنا العريقة والله أول حاجة مرحبا بكم ثانيا يعني بالله ما غلطوش الرأي العام باش نكون واضحين رأي مش أصوات مستجينة خلينا واضحين هني خلينا الصراحة نحكوا الصراحة ماش أصوات مستجينة ثانيا يا أخي شكون يجي ثم مواطن اتصل بيك ثم قول لا قولوا كان ثم مواطن ولا مواطنة اتصلت بيكم قولونا علمونا أنا نحب نأكد لك اللي زاد حتى نسبة المشاهدة راهي طلعت تاع الإذاعة الوطنية وتنجم تنزلوا حتى سيزدرقوني نسبة المستمعين معناتها اي بتبيع نسبة المستمعين بتبيع معناتها ما نقولوش اصوات مستجينة ما نقولوا بالضبط نقولوا مثلا معناتها اصوات او تأوهات اباحية كما قالوا برشا اعلاميين لا 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 مش صحيح مش أوهات تأوهات ما نغلطوش العباد مال... ما لاش ما لا ماهيش ما نقولوا ماهيش تأوهات ماهيش نجم نقولوا والله باش نكون صريحة معاك تنجم تقول توحويح أه توحويحات هذا شو راه مش مش برشا ما نحبوش راه المبالغيات الحكايه كل ما اللي كبره ولد قذير عام الحكايه كلها توحويح توحويحه ولا هم توحتين ما فاتوش شنو اللي صار معناتها ثم تحويح ثم <applause> ثم ما قلنا ما ثمش هنا باي معناتها تو انت معقول توحويحة او اصوات بتاع توحويح يخرجوا معناتها ليله ليله جمعه في الاذاعه الوطنيه معقول شيء هذا والله شوف شنو نقول سبحان الله كملوا لله <applause> كملوا لله سبحان الله صارت غلطه وزيد مش تحويح توحو... ولا توحيتين وماش ليله الجمعه علاش تغلطوا في العباد للجمعه الجمعه. ما لا ما, ما لا شنو مش ليله الجمعه؟ لا 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 ليله العيد بالضبط نهار الصابع الص... عيد نهارتها في ليلتها صارت تحويح وحاجه عاديه هذه. خير من كل معناتها ليله العيد تحويح ليله العيد. إيه ليله العيد ليلة الصابع عيد ليلتها التحويح في الليل ليلتها. اي معناتها هذا الشيء عادي معناتها تحويح في الاذاعه الوطنيه اللي تعيد يقع تسريبه على المباشر والله مش نقول لك اسمع راهي مش, مش كونوا واضحين احنا راهو رمضان والشواطين كانت مربوطه وجوك من رمضان ولدت تعيد دوب ما خرج المفتي من هنا خرجت الشواطين من هنا ثابت الشواطين وهذه حاجه بسيطه معناتها تسير تسير عادي حاجه بعيد احنا حسيناه المواطن راهو على تيلة رمضان ثم في المواطن فات المواطن مخنوق قلنا علاش مثلا كان شوية تحويح علاش هكا ما يحسش بشوية توحوية يشاركنا معناتها في الفرحة نتاع العيد وكذا وهذا اللي صار احنا ما عندنا حتى غاية معناتها أنت تو تبرر في التحويح عادي في الإذاعة الوطنية تبرر في التحويح نسمعوه هكا في المباشر تحويح هي باهرة رسول الله نتكلموا ولا نسكت تو نتكلموا نتكلم تكلم لا تو طو... على وحة ولا وحتين مش يقيموا القيامة موجود هذا الشيء هذا موجود عندنا التحويح تو لا نش... التحويح جديد علينا موجود التوعية موجود في السبيطارات موجود في المصانع موجود في المعامل في البلاسي كل موجود انتم علاش ما تحمدوش ربي التوعية ما تدرفش في التلفزة ما لك في التلفزة شو عمل خلينا نفهم الموضوع احنا احنا سمعنا انه معناتها التوحويح اخرج من القاعه او المكتب بتاع التقنيين غاديك والله باش نكون واضح معاك احنا راهو ما قعدناش مكتفين يدان احنا راهو تحركنا على البلاصه احنا كيفكم دوب ما وصلتنا حكاية التوحوية احنا تحركنا ما قعدناش واقفين ونتفرجوا معناتها انت بدوب ما سمعتوا التوحويح تحركتوا اي اي دوب ما سمعنا التوحويح قمنا بالاجراءات اللازمة وعملنا اجتماع طارق وفي الاجتماع هذا قمنا بتشكيل لجنة ان شاء الله باش تنظر التوحويح منين جانا منين هبطت على التوحويح منين هبطت على اللجنة ذي معناتها شكون يترأسها والله بالنسبة لشكون يترأسها انا اخترنا انسان كفؤ ولد الدومين من بعد وش بعيد سي زهير مخلوف هو رئيس اللجنه اخترناه ومعاه هنا النائب نتاع اللي هو هني النائب نتاع سي جمعه وح وح وان شاء الله باش نوصلوا للحقيقه وباش نمدوا بها للشعب التونسي. باهي سي جمعه وح علاش اخترتوا زهير مخلوف بالذات؟ اول حاجه ما فضلك خويا سي جمعه وح 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 سامحني سي, سي جمعه فيه. سي جمعه وح وح باهي علاش اخترتوا سي زهير مخلوف؟ والله احنا اخترنا زي زهير مخلوف باعتبارها نجم نقول ولد دومين وزيد حاجه اخرى نجم يفهم في التحويح نجم يعطينا المصدر نجم يعطينا يفيدنا بمعلومات دومين تاع شنو هو؟ دومين تاع التحويح عنده خبره في التحوية عنده خبره في التحويح نجم يفيدنا هذا يعني علاش اخترنا سي مخلوف معناتها انتم اخترتوا انسان محايد معناتها باش يبحث انسان محايد ونايب في البرلمان زاد ما تنساش اللي في البرلمان والدومين كل المعطيات هذه لعبه الصالح مخلوف باي بديتوش تكتشفوا في حاجه وصلتوش الـ الـ النتيجه الى حد الان والله انا ما نكذبش عليك انا رانا مش تبعوهم مش تبعوهم ما وح وشال الوحة اللي نلقاها لولا شدوا فيه لازم نطلعه اما مش تبعو ما شفلت راه خذ فل... خذها قاعد احنا رانا مش شفلت تبعوهم وحة وح اي وصلتوش اكتشفتوش حاجه الى حد الان وصلتوش الحاجه والله مازلنا الحصير ما نكذب عليك، أما أول وحة باش نشقوا بها باش نصارحوا العليم ونعطوا المعطيات الكليكة الصحيحة. أنا باش ما نكذبش عليك لان نهار صارت الوحة غاديك أني في القناة. في الإذاعة، غاديك أني وقتها في الإذاعة. أنت معناتها كنت في الإدارة وقت معناتها وقعت تسريب التحويح هذا أنت موجود. إي 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 وقت صار التحويح نسميك على عين المكان، أما في البيرو عندي دوسي نخدم فيه، التحويحة الأولى ما صدقتش. باش نقول معك صريحة، راه نقول ما صدقتش. التحويحة الثانية. ركبني الشك تروح تصير الثالثة تصير تحويح ياتر ولا التحويح ولا التحويح ياتر اكثر شكيت ما نكذبش عليك مشيت بعيد قلت هذا نجلة نتاع البرنامج الجديد جات هي والمدير في البيرو جات على البرنامج الجديد هذا كل شيء لكن التحويح باقي الناس مشيت غادي سالت زميلة في البيرو قلت شنو هذا الحكاية تو قلت لي المدير كونجي عجب المدير كونجي والتحويح ماشي ويزيد شنو الحكاية هكا ما كون صراحة قلت لعساس قول بالعساس هذا الله قدر خير وبر ايش العساس علاش شكيت في العساس والله شكيت في العساس انا مده تو جمعه هكا ثم جمعتين يتوحوح العساس هكا نحس دي بدي يتوحوح وحده ياسر حتى على قطته تعدي يتوحوح ني شكيت مش شيء لكن بعتني لك رجعنا نقول حتى العساس مش موجود حتى العساس كلش ثميك بالحق ونكبرت الحكايه وبدانا نرجعوا بدانا نقول غلطه صارت باش ما نكذبش عليك ما صارت نتاع التحويه اما شال صاحب الوحه مش شات العراق هو معناتها التحويه ظهر متسرب معناتها في الراديو يعني تسرب هنا قاعدين حاليا بحث هنا قاعدين نبحثوا تو تشوف هنا تو بالله يا رسول الله تو انا سنين ربي راهي الاذاعه الوطنيه انا سنين ربي نخدموا وكلها برامج قديمه وكم منشين الدم وكبار نسي كبار نسي كبار باش نقعد م... نستغرب شوف مره في العام بتجي واحده باش نحوها عليها ما 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 ثمش باش ندور روحو على بعضنا تو هنيا توا ما نتقل قعدنا نسلف بعضنا حتى هني كل رجال كبار ونسي كبار ما ثمش مبرر مع انت باش توحو ولا لا ما ثمش حتى مبرر ما ثمش حتى مبرر احنا رانا وقف ايه سامحني تو لكن التحويح منين جات التوحيح مش نكذب عليك من القناه مغاديك من اللي ذاع قلت من القناه من اللي ذاع مغاديك واحنا وقفنا المنشط ووقفنا التقني وهنا نحل البحث التقني مسؤول على شنو بالضبط التقني مسؤول على التوحيح هذا هو المسؤول على التحويح وقف لي مع بحث شنو هي الحكايه؟ شنو هو مسؤول؟ لو توضح لنا مسؤول على التحويح والتقنية ومنشط شنو هو بالضبط؟ هو منشط هو برنامج جايبين فنانة وإحنا شاكين التحويح هذا مش من تونس راهو او صارحين بيناتنا مع بش التحويح شاكين فيه مش من تونس التحويح جاي من النمسا باش نكون واضحين هذه المعطيات الأولية حتى نتأكدوا ونشوفوا كيفاش معناتها انت هذا استنتاجك الخاص ولا كيفاش عرفتوا توحويها جا من برا والله باش نكون معاك صريح راه هذا استنتاج سي مخلوف سي رئيس اللجنه هاي هاي هاي, هاي, هاي سي زهير مخلوف هو من اللي سمع الشريط وعاودنا له الشريط نتاع التوحويه قال مش توحويه نتاع تونس هذا قال الوحله هذه آه هذا مش توحويه تونس و مالا بالضبط منين جاي بالضبط التوحويه هذا جاي من النمسا من النمسا المعطيات تقول هو راهو خارجيه من النمسا مش, ت... وتولي... مش من تونس توحوية باش ما اولوهاش توان تظل تحد وتولي جاني وجيك راهو مش من تونس راهو من نمسا يفسر لنا كيفاش من نمسا يا شيخ. معاك معك وعلا. هي راي مغنيه تونسيه اما تعيش في النمسا. عيطها في برنامج. استدعينا اعطتنا الغنيات نتاعها احنا المشكله بتاع ما ثبتناش في الاغاني طول عدنا الاغاني هذا هو الاشكال اللي صار والبحث من الجاري راهو. الاغاني و... لقيتوا فيها تحويح ما. فيها تحويح. انا نقول لك حاجه الاذاعه الوطنيه راهي مش مش تحوية يا ما تحوحنا لكن ما صوروا حتى شيء احنا المره هذه بنوق المرصاد وباش نكشف الحقيقه ايه لكن ما تنساش راهو مش شويه اللي صار معناتها في المباشر ما التأوهات اباحيه وتحويح راهو مش شويه اللي صار. سما فضيحه. والله نقعد مستغرب لي الحق بتاع ربي نقعد مستغرب. يا رسول الله تو الاذاعه الوطنيه قد ما قدمت برامج هاتفه فقد لا واحد تفاعل معاه ولا حتى كلمنا وخمسه ثواني وحوية تونس كاملة سمعت بها ولوا عنا مستمعين أو فيها يراسلوا يرسلوا فينا يبوي 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 يبو معناتها نسبة المستمعين زادت في جرة الخمسة ثواني أي زاد شنو زادت زادت زاد حاجه شيء كبير. يجب نقولوا رب ضاره نافعه. اي اي صحيح اش بيك عنا مستمعين زاد المستمعين نتاعنا كلمني حتى اذا قال لي قلت لك من بكري من باكر قال لي قلت لك اعمل شويه توحوية خلت تتحرك الاذاعه الشرجي وهذا الشيء اللي مش نشوف فيه المنوال هذا كما برشا قنوات خاصه متصدره المشهد الاعلامي بالتحويح ان شاء الله باش ندخلوني على شلا ان شاء الله باش ندخلوا منشطين جد شويه منا شويه منا شويه بنات هكا نتاع شويه زطله شويه كذا يوحوا شويه حتى مره في الجمعه شوية كورونا كير زاد من هنا حاجه باهيه كي نعملوا جديد ما دام الاذاعه تحركت شوي وولوا عندنا مستمعين اوفياء ويتبعوا فينا ومتابعين علاش لا؟ معناتها عجبتكم الحكايه مش تواصلوا الظل في التحويح ان إيه, إيه شاء الله, شاء الله إيه مش نواصلوا مش نواصلوا فما مواطنين تفاعلوا معاكم فما برشا 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 مستمعين كلمونا وتجاوبوا معانا ويحبوا علاش لا من نمروا لهمش مقاطع نتاع التحويح كل سبت ولا كل حد هكاك دريج دريجين التحويح هكا ما عاد عجبهم مستمعينا اي 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 ثم تجاوب كبير راه قلت يكلموا فينا معناتها على حسب هكا مش تواصلوا في التحويح وتنصالح الحكاية كي ما الليجان الأخرى اللي تشكلت وما كونش حتى شكون مسؤول على التحويح لا لا مش صحيح الموضوع مش نتبعوه وح وح لين مول العملة باهي الصحة نشكروك نهدي غناية بالله تهدي غناية؟ <applause> انت مشيش تحط لنا هكا حاجه لا, لا لا هذا حديث ولا نلعبه <applause> والله تنجم نقول نمشوا دا, دا توحويحات توحوية ونسمع في التوحويح شكيت نقدر عليك شكيت شو يخرى الوحى الثاني قلت كيف في الاداره هذا الواحد يكذب راحه سبحان الله خويا بديت توحوية جاني جاك جاني جاك بالتحويه شكيت الحق وقتها فقيت فزيت من الكرسي وشكيت نيا خرجت من الباب تلقى في بير المدير تلقاه نجله عندهم